بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم اليوم إن شاء الله بإذن الله النهاردة عن الأفاتار. الأفاتار البار اللي على البار اللي على الشمال كده، أول بوتون فيه أو أول جزئية منه، لو أنا كليكيت عليها هيبتدي يفتح لي الويزرد الخاص بـ تشوز ان افاتار. الجزء انا افاتار البار ده او البانل ده سبق وانه عدى علينا في اول مرحله واحنا بنعمل ريجستريشن في سكند لايف. كانت اول ليفل بيقول لك اختار البار بتاعك، وكنت بتختار ما بين يعني زي تصنيفات كاتيجوريز مختلفه. هنا انا عندي اربع تصنيفات اساسيه ممكن من خلالهم ابتدي اعمل زي اغير الافاتار تبعي. عندي نيو افاتار، شخصيات جديده. هو بيقول هو في تصنيف سكند لايف حاطط مجموعه من التصنيفات الخاصه بالافاتارز، فبيقول لك عندي نيو افاتار شخصيات جديده، وعندي كلاسيك الشخصيات الاساسيه العاديه. الحاجه الثالثه بتكون عباره عن فامبايرز اور فامبيرز اللي هي بمثابه الوحوش ومصاصين الدماء وكده، ده نمط من انماط الشخصيات اللي ممكن تخلي الافاتار تبعك عليها، او انك ممكن تختار البار الاخير اللي هو بيبول. ولنفرض انك كنت شخصيه من ضمن الشخصيات واختار الافاتار ده، جاست كليك عليه وهيعمل سيلكت، هيبتدي يجيب لي الويزرد بشكل بسيط ويبتدي يحمل الافاتار تبعي، وبيقول لي عندي اول خاصيه او اول سيريز، بيقول لي يور افاتار كومبلكستي اللي هو مدى تعقيد الافاتار، يقصد بحاجات مختلفه من ضمنها عدد اللايرز او الطبقات الموجوده اللي بيتم تركيبها على الافاتار، زي ما احنا نعرف بعدين لون الشعر ولون العين ولون البشره واللبس اللي هو لابس، والحاجات ديت بتساهم بشكل كبير في انها تعلي او تقلل من الرقم ده، فبالتالي امكانية ان الشخصية تتحمل بشكل كامل في وقت معين اطول او اقل بيتوقف على مين؟ على الكومبلكستي او مدى تعقيد الشخصية دي. فدايما في كل الاحوال اذا احتجت انك تغير الافاتار تبعك، جاست كليك على الافاتار واختار الشخصية المناسبة اللي تناسبك في المكان اللي انت كنت موجود فيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.